كنا دايما جايبين فيها حاجة حلوة. المرة دي فيها حاجة حلوة جميلة جدا، 4 5 بنات كل واحدة فيهم جايبة حاجات وميداليات لمصر. حصلت الطالبة صوفيا محمد علي زيادة بالصف الثالث الابتدائي على المستوى الأول، والميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز الأوروبيك فردي تحت 10 سنوات للموسم 2024-2025. نشوف صورتها. صوفيا محمد، اللي لابسة أحمر، 7-3. أيوة، في نوران اتلقبت بالإعصار، نوران جوهر تتوج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش بعد الفوز على الأسطورة نور الشربيني بنتيجة 3-1. كمان حصلت الطالبة فاطمة محمد حاتم بالصف الثالث الابتدائي، لا دي لسه، دي مهندسة، في واحدة قبلها، فاطمة محمد حاتم بالصف الثالث الابتدائي حصلت على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة فرق منطقة الإسكندرية لتنس الطاولة تحت 11 سنة والمركز الثاني تحت 13 سنة اللي أقيمت في نادي سموحة الرياضي. صورتها موجودة. بنوتة صغننة لابسة فاتح، لا مش دي، بس اتس اوكي، فخر مصر حلو برضو. دي المهندسة رانيا محمد أمين الغباشي، بنت الباجور المنوفية، 28 سنة، أول وأصغر مهندسة ميكانيكية مصرية وإفريقية تفوز بجائزة ستيفي للسيدات في مجال الأعمال لفئة صناعة السيارات التي نافست 1500 مهندسة على مستوى العالم وتفوقت عليهم. فخر مصر، بنات مصر، شباب مصر، أولاد مصر كلهم الحقيقة يعني فرحوا، وفعلا مصر فيها مش حاجة واحدة بس حلو، حاجات كتير جدا حلوة. نطلع شوية لمدينة غريبة جدا موجودة في مكان في العالم، نشوفها فين ونرجع تاني. هذه هي أغرب مدينة في العالم والتي تمر فيها القطارات عبر الشقق، إنها تشونغ تشينغ التي تقع في الصين وتعرف بأنها مدينة من المستقبل، حيث يمكنك رؤية محطة وقود على سطح مبنى أو ده سطح مبنى، يعني الحتة الساحة دي سطح مبنى عالي جدا. الابتكار والأفكار حقيقي موجودة، والإنسان يقدر يبتكر ويوصل لحاجات كتير جميلة جدا. هو ده الإنسان، لازم يستغل أفكاره وحاجات جميلة ربنا عطيها له، نعمة جميلة يقدر يستغلها في الابتكار.